السلام عليكم. النهاردة معانا فيديو جديد. طبعا هعمل لكم ماكسي زيوت حلو قوي هايل للتساقط، تتقيل، تنعيم، في كل حاجة. دلوقتي هوريكم كل حاجة واعرفكم عليها. معانا فيتامين هي، هفتح دلوقتي واوريكم فيتامين هي. طبعا هو الاساس معانا النهاردة. ده فيتامين ه، ومعانا أمبولات. طبعا دي الأمبولات دي للشعر، طبعا اللي هو المجهد خالص المصبوغ. الأمبولات دي جميلة جدا وهوريكم شكلها من جوه، بتطري وتدي ترطيب عالي جدا للشعر. دي شكلها، دي شكل العلبة اهي. وده طبعا مجموعة الزيوت اللي احنا هنفضيها. طبعا انا جايبة من كل حاجة اتنين لاني بضاعف الكمية، وبعمل المجموعة دي ليا انا وبنتي بستخدمها، فبجيب من كل حاجة اتنين. معايا اتنين فيتامين ايه واتنين صبار، وكل حاجة منها اتنين. معايا زيت جوز الهند ولوز الحلو، الخروع، زيت السمسم، ومعانا الانبول صبار، ومعايا فيتامين هي، ومعايا زيت الزيتون. طبعا انا هزود بيه، لو المجموعة تقيلة هخفها بالزيت الزيتون لان انا مش عايزاها تكون تقيلة على الشعر. يلا بينا نبتدي. هفضي من كل حاجة دلوقتي، هفتح دلوقتي وبعدين هفضيهم كلهم في اي زجاجة عندك، زجاجة دواء، اي حاجة. انا جبت ازازه اللي هي دي البلاستيك نظيفه اهي عشان احط فيها المجموعه. لو عندك اي ازازه دواء تغسليها كويس جدا وتعقميها، وبعدين تحطي المجموعه دي كلها، لان احنا بنعالج الشعر. طبعا مش هيبقى فيه ان شاء الله اللي عنده قشره بيعاني منها تساقط، بتقل الشعر جدا، هايله قوي على فكره. تمشي عليها مده بس معينه وهتجيب معاكي نتيجه ان شاء الله. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بفتح كله دلوقتي عشان اعمل المجموعة. طبعا الفيتامين هي كله عارفين طبعا فوائده ايه، طبعا مضاد للاكسدة وكويس جدا، ومعانا الصبار ده بيدي ترطيب هايل قوي. قلت لازم طبعا اعمل لكم ريفيو عنه. الناس اللي هي بتعاني من كل مشاكل الشعر ان شاء الله المجموعة دي هتحل كل المشاكل بإذن الله. طبعا دلوقتي انا هحطهم، هبتدي دلوقتي احطهم في العلبة. انا كده فضيتهم اللي هي البخاخة، هحطهم هنا. ابتدي احط الزيوت اللي انا فضيتها، فتحتها هفضيها.
طبعا اللي عايز يعمل المجموعة دي ما يحطش من كل حاجة اتنين، يحط من كل حاجة واحدة، لان انا بحط اتنين لاني بستخدمها انا وبنتي، بضاعف الكمية. طبعا قبل ما تستخدمي الوصفة دي بترجي الازازة كويس، وبعدين تحطيها على فروة الراس كويس، تعملي تدليك 5 دقايق، وبعد كده تستخدميها على كل الشعر من بره ومن جوه ومن الاطراف ومن كل حتة. وممكن الناس اللي هي تستخدم البروكاب تعمله حمام زيت، اغسلي شعرك كويس جدا بالشامبو وبعدين تستخدمي الوصفة دي، وتستخدمي البروكاب او فوطة سخنة او كيس بلاستيك المتوفر عندك، تعملي حمام زيت طبعا هايلة جدا. وطبعا انا بعد ما فضيت الزيوت، طبعا زيت جوز الهند طبعا كان تقيل لانه خام، اضطريت ان انا اعمل له حمام مائي عشان احطه. طبعا بفضي الانبول، بفتحه بفضي كده الانبول الصبار، هو بيتفتح على فكرة بسهولة، بيتلف كده وبيتفتح. فضينا كل المجموعة الزيوت اللي معانا والأمبولات، هنبتدي دلوقتي نفتح الفيتامين هي. طبعا بنفتحه بالمقص، طبعا انا معايا 2 فيتامين اي اللي هو الشريتين. المجموعه دي هايله على فكره، يا ريت تجربوها بامانه، انا مجربها انا وبنتي فرقت معايا كتير قوي. ويا ريت في الفتره اللي انت بتستخدمي فيها الزيت ما نستخدمش مكوى او استشوار او صبغه، لان كل ده بيأثر، احنا بنعالج، فطبعا عشان احنا بنعالج مش عايزين نضر الشعر بحاجه تانية، عشان شعرنا هيستفاد بالعلاج لازم نمشي بكل حاجه صح. طبعا هنستخدم معايا شامبو ما يكونش فيه اي مواد كيميائيه، طبعا بنختار نوع شامبو كويس يكون طبيعي عشان المجموعة تجيب معانا نتيجة. هخلص بقية الكمية وارجع لكم تاني. وبكده احنا خلصت، بعدين حطيت الفيتامين اللي هي كله الشريتين. دلوقتي معايا الزيت تقيل اهو، زي ما احنا قلنا لما يبقى تقيل هنخففه بزيت الزيتون، دلوقتي هخففه بزيت الزيتون، حط معلقة عشان احنا عايزين المجموعة تكون خفيفة على الشعر، مش عايزينها تكون تقيلة، او معلقتين يعني، حطي على حسب لما تلاقي المجموعة ان هي بتخف معاكي. دلوقتي هقفلها وارجها معاكم، تقفليها وهترجيها قوي قبل الاستخدام كده، كل ما نيجي نستخدمها في كل مره هترجيها قوي كده، ده شكلها عشان المكونات كلها تتجانس مع بعضها. ده طبعا شكلها، كل استخدام ترجيها كويس جدا زي ما احنا رجيناها، بعد كده تحطيها في ايديكي وتحطيها على فروة الراس، تحطيها على فروة الراس وعلى شعرك كله،
وبكده خلصنا معانا الفيديو. اتمنى يكون الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا اللايك والشير. اشوف وشكم بخير وعلى خير في فيديو جديد، والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.